من جانب آخر، انتهت وزارة الإسكان من إعداد التقرير الخاص بمعايير العزل الحراري الذي كلفت بإعداده من قبل اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية التي يترأسها معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء. على طاولة البحث والنقاش أميط اللثام عن 21 نمطا من الأنماط المتنوعة التي يمكن الاستعانة بها في طرق البناء للحصول على أفضل النتائج الآتية من وراء تطبيق أنظمة العزل الحراري وتفعيلها لتكون جزءا من هيكل بناء المشاريع الإسكانية الحالية والمستقبلية. اليوم وزارة الإسكان تستضيف ممثلين عن وزارة الحكومية، وذلك لإطلاعهم على التقرير الخاص بمعايير العزل الحراري اللي انتهت منه وزارة الإسكان بالتعاون مع أحد أكبر بيود الخبرة، وهذه طبعا يأتي بتكليف من اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية. الانتهاء من إعداد التقرير الخاص بمعايير العزل الحراري جاء عبر ثمرة تعاون جمعت وزارة الإسكان بشركة ديار المحرق، حيث تم بعدها عرض ما خلصت إليه الأفكار على اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية لتتبنى الجهات الحكومية المختصة والشريكة بطرح جملة من الملاحظات التي اصطفت ممهدة الطريق نحو اعتماد التقرير النهائي. الدراسة أو العمل راح يخدم بيئة قطاع المهندسين في الإنشاء، وأيضا يخدم هيئة الكهرباء والماء ووزارة الإسكان وكل الجهات المعنية بتحسين والعزل الحراري في مملكة البحرين. تفعيل أنظمة العزل الحراري داخل الوحدات السكنية سيزيد من مستوى كفاءة وجودة البناء في البحرين، لتضاهي المعايير العالمية المتبعة في ترشيد الطاقة والحفاظ عليها. في أنظمة لعزل الجدران مثلا، في عندنا حوالي 4 أو 5 أنظمة، مثل النظام اسمه الـ EFIS System، في نظام طابوق العزل الحراري، في العديد من الأنظمة، وهذه بالتأكيد بالتنسيق مع هيئة الكهرباء والماء لتوفير الطاقة الممكنة للمواطنين وتقليل تكلفة فواتيرهم. ففي المشاريع الإسكانية المفروض المهندسين ياخذوا وقتهم قبل يعني تنفيذ المشروع لاختيار الحوائط المناسبة والعزل المناسب، والسبب الرئيسي أنه طبعا بيساعد على تقليل الكهرباء، استهلاك الكهرباء والأحمال على الشبكة الكهربائية. هذه الخطوة تعد من بين الخطوات الهامة التي تنتهجها المملكة الرامية إلى تنفيذ الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة المتجددة. لتلفزيون البحرين، محمد رشيدات.